بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله معدنا مع درس مهم جدا. الدرس ده بعنوان الـ Antigens and Cell Molecules. كلمة Antigen دي أنا بسمعها كتير قوي، بس عايز أعرفك بقى Definition Scientific شوية. لو بصينا بالراحة كده وقلنا إن اللي قدامنا دوت اللي شكله أخضر وحلو ده هو مين؟ هو الـ Immune System، جهاز المناعة بتاعنا. جهاز المناعة ده بيعمل ايه؟ جهاز المناعة دوت لو دخل ميكروب الجسم، ميكروب يعني حاجة غريبة، الميكروب او الحاجة الغريبة دي ادي عبارة عن سبستانس. المادة دي لو دخلت جسمنا هتعمل ايه؟ هتروح ماسكة في الاميون سيستم، ماسكة في الكومبوننت بتاعت الاميون سيستم، ماسكة منهم الكومبوننت الانتي بادي اللي هو الواي شيب، ومين تاني؟ والتي سيل. يبقى الماده اللي تقدر تمسك سبيسيفيك للكومبوننت بتاعت الاميون سيستم اللي هما الانتي بادي والواي شيب، ادي اول خطوه تمسك، هيرد عليها الاميون سيستم يعمل لها الخطوه الثانيه اللي هو اميون ريسبونس، يعني انديوس اميون ريسبونس. بسمي الماده دي انتيجين. يبقى انتيجين عباره عن ايه؟ عباره عن سبستانس ذات كان بايند للكومبوننت بتاع الاميون سيستم. اقف ده واحد، اتنين ويحصل لها اند انديوس اميون ريسبونس، يحصل لها اميون ريسبونس. اتفقنا على الديفينيشن دوت؟ يبقى الانتيجين عباره عن ايه؟ سبستانس ذات كان ايبل تو بايند للكومبوننت، بايند للكومبوننت بتاع الاميون سيستم اللي هم عباره عن مين؟ الانتي بادي والاكتيف تي سيل. خطوة رقم اتنين يحصل لهم اميون ريسبونس. هنخلي بالنا برضو طالما انا قلت واحد واتنين، مش كل الانتيجين اللي هيمسكوا هيحصل لهم اميون ريسبونس، يعني ممكن يقف عند واحد فقط، خلاص في بعض الحالات يقف عند واحد. زي ايه؟ لو جينا على جنب كده ورسمنا مادة برضو بس صغيرة شوية، سبستانس. السبستانس صغيرة شوية بالمنظر ده، سبستانس اوف لو مولكولر ويت، حجمها صغير. هنقولها ازاي الحته دي؟ في بعضنا ممكن ياخد دواء زي البنسلين. البنسلين ده دراج غريب عن جسمنا، في بعض الناس تاخده ما يجيلهاش حساسيه، معنى ايه؟ ان هي بايند بس ما حصلهاش اميون ريسبونس، وبعض الناس التانيه تاخد البنسلين يجيلها اميون ريسبونس. طيب في بعض الناس تستخدم كوزموتكس، في ناس يجي لها حساسيه وناس ما يجيلهاش حساسيه. تفسير الكلام ده ايه؟ قال لك اللي بشرحه دلوقتي ده عباره عن سبستانس اوف لو مولكيولر ويت، عند بعض الناس بايند اونلي للكومبوننت وما يحصلهاش امين ريسبونس. طب ليه عند بعض الناس التانية حصل لهم؟ شايفين حجمها صغير؟ لو مسكت في كارير بروتين بالمنظر ده، بروتين لو الماده دي دخلت جسمنا مسكت في بروتين كارير، بروتين ده زي الالبومين، كبرت ولا ما كبرتش؟ كبرت. في الحاله دي يحصل لها اميون ريسبونس، واسمي الحاجه دي تسميها هابتين. يبقى الهابتين ده عباره عن ايه؟ عباره عن سبستانس اوف لو مولكيولر ويت، ان ايبل تو انديوس اميون ريسبونس، مش قادره تعمل اميون ريسبونس الا اذا بايند. بايند لايه؟ لبروتين موجود في جسمنا اسمه البومين، لما تمسك في بعض كبرت، في الحاله دي يحصل لها اميون ريسبونس. اجينست مين اميون ريسبونس؟ اجينست الاثنين اللي هم مين؟ السبستانس دي ومين تاني؟ والالبومين على بعض الاثنين. يبقى الاميون ريسبونس اجينست الاثنين. يبقى نقول مع بعض بسرعه تو ديفينيشن مهمين جدا اللي هم ايه؟ انتيجين و هابتين. انتيجين عباره عن ايه؟ مع بعض اهو، ده اختصار معترف بيه. انتيجين عباره عن اني سبستانس، سبستانس كيبل اوف ايبل تو بايند سبيسيفيك للكومبوننت بتاع الاميون سيستم اللي هم مين؟ الانتي بادي والاكتيف تي سيل، ويحصل لهم ايه؟ رقم اثنين انديوس اميون ريسبونس. الاي ار دي معترف بيها برضه. نخلي بالنا بقى مين السبستانس كان بايند بات ان ايبل تو انديوس اميون ريسبونس، تمسك فقط. هنقول الديفينيشن بتاعنا الهابتين عباره عن سبستانس اوف لو مولكيولر ويت، حجمها قليل،
unable مش قادرة تعمل immune response لوحدها. لو مسكت في كارير بروتين زي مين؟ زي الالبومين، يحصل ايه؟ immune response against الاثنين اللي هم مين؟ الهابتين ومين تاني؟ والكارير. اشهر اكزامبل لكده اي دواء في الدنيا، لكن اشهر الادويه البنسلين الاسبرين والكوزموتكس. يتقال لك اي دواء، اي درج او اي كيميكال، دول اكزامبل اليوم. اي دواء في الدنيا ممكن يعمل كده، اي كيميكال ممكن يعمل ايه كده. دي الرسمه دي نخلي بالنا منها. دي الهابتين حاجه صغيره خالص اهيت، لوحده ما يقدرش يعمل الا مسك في كارير بروتين على بعض كده، بس اسمه ايه؟ هابتين كارير ايه كونجوجيت الاثنين على بعض، هو ده اللي يحصل له ايه؟ اميون ريسبونس. لكن ده لوحده ما يحصلوش اميون ريسبونس. نخلي بالنا بقى من كلمه ثانيه مهمه قوي. طيب الانشن اللي قدامك دوت، الانشن دوت اللي هيمسك فيه للكومبون بتاعت الاميون سيستم دول، هل الانتي بادي والتي سيل هيمسكوا في اي حته على الانشن؟ لا، ده الانشن ده عليه اماكن بالمنظر دوت. الاماكن اهي، الاماكن اللي موجوده على الانتيجين اللي هيمسك فيها الكومبوننت بتاعت الاميون سيستم، اللي هيمسك فيها الانتي بادي اللي قدامك ده، بيمسكش في اي حته على السيرفيس بتاعه، ده بيمسك في اماكن معينه. الاماكن اللي موجوده على الانتيجين اللي بيمسك فيها اللي بايند للكومبوننت بتاعت الاميون سيستم، الاماكن دي بسميها ايبيتوب. يبقى كلمه ايبيتوب عباره عن ايه؟ اماكن موجوده على الانتيجين، سايتس موجوده على الانتيجين، اماكن موجوده على الانتيجين بيحصل لها ايه؟ بايند للكومبوننت بتاع الاميون سيستم. ركز مع بعض بقى. الانتيجين ده ممكن يكون بروتين او ممكن يكون كربوهيدرات. لو كان الانتيجين ده بروتين يبقى الايبيتوب ده تكون مختلفه، عندك نجومه اهيت وعندك ايه بالمنظر ده. ده امتى؟ لو كان الانشن ده بروتين، فالايبيتوب الموجود عليه يكون شكلها مختلف بالمنظر دوت، حاجات مختلفه. لو كان الانشن ده كربوهيدرات، الايبيتوب اللي عليه بيكون شكلها متماثل. متماثل يعني ايه؟ شكل واحد فقط، نجوم فقط. يبقى لو كان الانشن ده بروتين، الايبيتوب اللي عليه شكلها ايه؟ مختلف. لو كان الانشن ده كربوهيدرات، الايبيتوب موجود عليها ايه؟ متماثل زي بعض، كلهم ايدنتيكال. يبقى خدنا ديفينيشن ثالث اسمه ايبيتوب، بعينك كده عباره عن سايتس موجوده على الانتيجين، هي اللي بيمسك فيها الكومبوننت بتاع الاميون سيستم. نخلي بالنا لو كان الانشن ده بروتين شكلها مختلف، ديفرنت ان شيب. لو كان الانشن ده كربوهيدرات شكلها ايه؟ شكلها متماثل. نشوف الديفينيشن بتاعها. يعني ايه كلمه ايبيتوب؟ الانتيجينيك ديترمينانت هي السمولست بايوكيميكال يونت او سايتس موجوده على الانتيجين، شكلها ايه؟ ايدنتيكال لو كان كربوهيدرات، ديفرنت لو كان بروتين، ذات كومبايند للكومبوننت بتاع الاميون سيستم ويحصل لها اميون ريسبونس. الرسمه بتاعتها اهي، البنفسجي ده كله هو الانتيجين، الاماكن الموجوده عليه هي ديت، اماكن موجوده عليه اهيت. خلاص الاماكن دي بسميها ايبيتوب. نلاحظ كده الانتي بادي بيمسك في مين؟ في الايبيتوب دي، في الاماكن دي ماسك فيها، بيمسكش في الجدار البنفسجي ده، بيمسك في الاماكن دي فقط اهي. نخلي بالنا برضو لو بصينا عليها كده ممكن تسال سؤال، الانتيجين اللي قدامك ده بروتين ولا كربوهيدرات؟ بص كده، ده في دوائر وفي مربعات وفي مثلثات، يبقى ده لازم يكون ايه؟ بروتين. ليه؟ شكلها ايه؟ ديفرنت ان شيب. خدنا كام ديفينيشن لحد دلوقتي؟ ثلاثة. ايه هما الثلاثة؟ حد يقول ورايا. يعني ايه انتيجين؟ انتيجين عبارة عن سبستانس ذات كومبايند سبيسيفيك للكومبوننت بتاع الاميون سيستم. مين هما الكومبوننت؟ انتي بادي والاكتيف تي سيل. نقف ونكمل رقم اثنين، ويحصل لها انديوس اميون ريسبونس. مش كل المواد يحصل لها اميون ريسبونس، ممكن تمسك فقط. مين فسر لنا الحته دي؟ حاجه اسمها الهابتين. يعني ايه هابتين؟ سبستانس حجمها صغير، اوف لو موليكولر ويت، ان ايبل تو انديوس اميون ريسبونس، مش قادره ان ايبل تو
induce immune response خلاص لوحدها الا اذا مسكت في كارير بروتين زي الالبومين. في الحاله دي كبرت حصل لها اميون ريسبونس, يحصل اجينست مين للاثنين. الكلمه دي مهمه قوي, اجينست الهابتن والكارير. اشهر اكزامبل كده اي دواء واي كيميكال, ادي شكل الهابتن اهوت مسك كبر. الحاجه الثانيه عندنا حاجه اسمها ايبيتوب. ايبيتوب معناها ايه؟ اماكن موجوده على الانتجين, سايتس اون انتجين. لو كان الانتجين ده كربوهيدرات شكلها متماثل ايدنتيكال, لو كان بروتين شكلها ديفرنت, اللي هي بتمسك في الكومبوننت بتاع الايمين سيستم ويحصل لها اميون ريسبونس. طيب ايه الفاكتورز اللي تحدد لك الماده دي انتيجينيك ولا مش انتيجينيك؟ فاكتورز تقول لك الانتجين ده انتيجينيك ولا مش انتيجينيك, تقول لك ده انتيجينيك ولا لا. اول حاجه هما خمس حاجات يحددوا لي. ايه هما الخمس حاجات دول؟ كل ما يكون الانتجين ده غريب عن جسمنا, كل ما يكون غريب يبقى مور ايمينوجينيك مور انتيجينيك, يبقى ذا مور فورين ذا سبستانس ذا مور انتيجينيك. الحاجه الثانيه الحجم بتاعها سايز, كل ما السايز يزيد تبقى مور انتيجينيك, يبقى كل ما تكون غريبه تبقى مور انتيجينيك, كل ما حجمها كبير تبقى مور انتيجينيك. الكيمياء بتاعتها كل ما تكون بروتين تبقى مور انتيجينيك, خدين بالنا. كل ما يكون الانتيجين دوت غريب عن الجسم قوي يبقى مور انتيجينيك, كل ما يكون كبير يبقى مور انتيجينيك, كل ما يكون بروتين ده اقوى حاجه انتيجينيك. طيب الجرعه بتاعته, الجرعه اللي داخله الجسم لازم جرعه مظبوطه اوبتيمم, لا هي جرعه قليله ولا هي جرعه زايده, يبقى اوبتيمم دوز. نخلي بالنا بقى من النقطه اللي جايه دي, دخل الجسم ازاي, كيفيه الدخول, الروت دخل الجسم ازاي. لو نخلي بالنا ان في حاجه اسمها الانتيجين بريزنتنج سيلز, وقلنا الانتيجين بريزنتنج سيلز دي موجوده فين؟ في الانسجه, في السكن, فاكر الدندريتك سيل والماكروفيج موجوده في التيشو, موجودين فين؟ في الانسجه. مش الانتيجين بريزنتنج سيل دول هم اللي بياخدوا الانتيجين يوصلوه ويظبطوه ويكسروه الكلام ده كله صح؟ موجوده فين؟ في الانسجه. يبقى كيفيه الدخول او الروت لازم الانتيجين ده يدخل عن طريق الانسجه. عن طريق الانسجه ازاي؟ تحقنه انتراديرمال تحت الجلد, في انتيجين بريزنتنج سيل في تحت الجلد تاخده وتظبطه وتوصله للليمف نود. تحقنه سبكوتينيوس, تحقنه انترا ماسكولار. يبقى علشان يوصل ويحصل له اميون ريسبونس مظبوط لازم يتحقن بطريقه من الثلاثه دول, انترا ديرمال سبكوتينيوس انترا ماسكولار. اوعى تحقنه انترافينس في الوريد على طول, في الوريد ده هيجري بسرعه الجسم مش هيحس بيه, مش هيروح المخزن بتاعه, المخزن اللي هو اسمه الليمف نود. يبقى علشان اقول ماده ايمينوجينيك عن الثانيه عندي خمس حاجات, كل ما تكون غريبه عن جسمنا, كل ما يكون حجمها كبير, كل ما يكون الكيمياء بتاعتها بروتين, الجرعه مظبوطه اوبتيمم لا قليله ولا زايده, قليله ما احسش بيها, زايده بتعمل انهيبيشن ايمين سيستم. كيفيه الدخول الروت انتراديرمال سبكوتينيوس وانترا ماسكولار, اوعى انترافينس بتجري بسرعه ما تدخلش المخزن اللي هو الليمف نود. يبقى ايه الفاكتورز اللي انفلونس الانتيجينيستي؟ خمس حاجات زي ما اتفقنا, الفورنز كل ما تكون غريبه, ذا مور نون سيلف ذا مور فورن ذا مور ايه انكريس في الانتيجينيستي, كل ما تكون غريبه كل ما تكون مور انتيجينيك. الحاجه الثانيه الحجم, كل ما يزيد الحجم تبقى مور ايمينوجينيك مور انتيجينيك. نخلي بالنا بس, يقول لك الحجم بيتقاس بحاجه اسمها دالتون, اقل من 10,000 دالتون تبقى نون انتيجينيك. يبقى عشان تكون انتيجينيك لازم تكون اكبر من كام؟ من 10,000 دالتون. الكيمياء بتاعتها البروتين اقوى حاجه, بعديه البولي ساكرايد, بعديه الليبيد. على فكره الليبيد ده نون انتيجينيك ملوش اي لازمه, النيوكليك اسيد نون انتيجينيك الا اذا مسكوا في بروتين. عارفين كلمه لايبو بروتين؟ مسك بروتين بقى الحاله دي انتيجينيك. الدوز مظبوطه, لو دوز لو جرعه قليله نو اميون ريسبونس, هاي دوز انهيبت الاميون ريسبونس بتعمله باراليسيس بتوقفه خالص. لازم الجرعه مظبوطه. الروت دخل ازاي؟ اتفقنا سبكيوتينيوس
انترا ديرمال، انترا ماسكولار رود دول اقوى حاجه. نتيجه ايه؟ ان هم كارد للريجنال لينف نودز وحصل لهم بروسيس وحصل لهم ستيميوليشن. بعكس لو انترا فينس في الوريد على طول، ده نون ايمينوجينيك، ليه؟ ما راحش المخزن، ما راحش الديبو، ما راحش الليمف نود واتكسر واتظبط، الكلام ده ما حصلش معاه. لاك اوف ديبو افكت اوف ستيميوليشن، ما حصلش الكلام ده معاه، ده جالي بسرعه ده في الدم. ده نفس الكلام اللي قلناه من شويه، ادي الانتيجين اهوت عليه ايه؟ اماكن، الاماكن دي بسميها اي بي توب، اماكن موجوده على مين؟ على الانشن، على السيرفس بتاعت الانشن، شكلها متماثل في حاله الكربوهيدرات، شكلها مختلف في حاله ايه؟ البروتين. وقلنا ايه اللي يحدد درجه الانتجينستي؟ كل ما يكون غريب، كل ما يكون حجمها كبير، كل ما يكون الكيمياء بتاعتها بروتين جرعه مظبوطه، الروت سبكوتينيوس انترا ديرمال انترا ماسكولار ما عدا انترا فينس ده لا. طب نبصوا مع بعض كده، لو قلت لك اللي قدامك ده انتجين اهوت واتفقنا ان عليه اماكن، الاماكن دي اسمها ايه؟ اي بي توب. نركز بقى في الحته اللي جايه دي بقى، الاخ اللي قدامك دوت الانشن ده عليه اي بي توب، وبص على الجنب كده عليه اي بي توب كمان اهوت. حلو؟ كويس. طب نبص على الجنب هنا كمان، هرسم لك الرسمه الصغيره ديت. نبص كده بالراحة، عارفين ده ال ادي القلب اهو، وده ايه؟ بكتيريا. بسمي البكتيريا دي ستريبت، ستريبتو كوكاي، اللي معروف بين الناس بالميكروب السبحي، زي السبحة بالظبط. الميكروب ده لو دخل جسمنا هنبص عليه كده عليه ايبيتوب. ايبيتوب لونه أزرق وايبيتوب لونه أحمر. نبص على القلب كده، القلب كمان أوبا عليه ايبيتوب، هو كمان لونه أحمر زي اللي عند البكتيريا. مش قلنا الايبيتوب ده الجسم يرد عليه يطلع له ايه؟ يطلع له أجسام مضادة، فهيطلع أو يمسك فيه أجسام مضادة، هيطلع الأزرق ده أجسام مضادة بالمنظر دوت، ده بتاع البكتيريا. الأجسام ضد سبيسيفيك، لكن نبص هنا بقى الأحمر دوت هيطلع له أجسام مضادة خاصة بيه عشان الجسم يهاجم الميكروب. أدي الأجسام المضادة اللي طالعة لمين؟ للإيبيتوب دوت. الأجسام المضادة دي اللي جسم طلعها هتبص هتلاقي إن القلب كمان عليه نفس الإيبيتوب ده، نفس الشكل بالظبط، أحمر وأحمر ونفس الشكل بالظبط. هتروح الأنتيبادي مكسرة مين؟ مكسرة في القلب، تضرب هنا وتضرب هنا. هل الأنتيبادي دي تعتبر سبيسيفيك؟ لا، دي نون سبيسيفيك. ليه؟ طلعت لأي إيبيتوب مشترك. بسمي الإيبيتوب المشترك ده اللي بين اتنين أنتيجين بسمي ده هيتيروفيل، هيتيروفيل انتيجين. يبقى كلمة هيتيروفيل انتيجين معناها ايه؟ different substance shared the same epitope، بينهم نفس الايبيتوب. ايه اللي بيحصل؟ في انتيبادي هتطلع للايبيتوب الاول ده اللي هو بتاع الميكروب، وهي ماشية هتلاقي في ايبيتوب في جسمنا زيه هتروح ضربة القلب كمان وتعمل لي مرض اللي اسمه حمى روماتيزمية. يبقى في حاجة هناخدها اسمها هيتيروفيل انتيجين. كلمة هيتيروفيل انتيجين عبارة عن ايه؟ تو انتيجين بينهم شيرد ايبيتوب، ايبيتوب مشترك. الانتيبادي اللي طالعة ديت هتضرب ده الايبيتوب ده وتضرب الايبيتوب ده، وسمي الانتيبادي دي زي ما هو اسمه هيتيروفيل انتيجين اسميها هيتيروفيل انتيبادي. وسمي الموضوع ده كروس رياكتيفيتي. يبقى عندنا حاجة كمان هناخدها اسمها كروس رياكتيفيتي. هيتيروفيل انتيجين او كروس رياكتيفيتي ده عباره عن ايه؟ انتيجينز شيرد وان اور مور ايبيتوب، بينهم ايبيتوب مشترك. هما ستيميوليت البرودكشن اوف انتيبادي، اسمها هيتيروفيل انتيبادي. رياكت مع مين؟ مع اي انتيجين كاري،
نفس الإيبيتوب بين البكتيريا والقلب. براكتيكال ابلكيشن الكلام ده فادني في ايه؟ فسرت بيه باثوجينيسيس للروماتيك فيبر، الحمى الروماتيزميه، الانتي بودي اللي اسمها هيتروفيل انتي بودي اللي طلعت اجينست بروتين اسمه ايمو بروتين موجود في البكتيريا اللي اسمها ستريبت كوكاي، كروس رياكت مع مين؟ مع الهارت مايوسين، تفاعل ده ادي الميكروب اهوت وادي القلب اهو، في ايبيتوب مشترك هنا، ايبيتوب مشترك هنا، الانتي بودي اللي طالعه هنا اسمها هيتروفيل انتي بودي تتفاعل مع الايبيتوب ده وتتفاعل مع الايبيتوب ده، اللي على البكتيريا دوت بسميه الام بروتين واللي موجود على القلب بسميه المايوسين يتفاعلوا مع بعض، خلاص اسمها هيتروفيل انتي بودي، انتي بودي بينهم او انتيجين بينهم شيرد ايبيتوب، ايبيتوب مشترك بين الاثنين. ندخل بقى على اخطر حاجه موجودة عندنا النهاردة ومهمة قوي وسمعناها في الانيت اسمها Major Histocompatibility Complex اللي هو عبارة عن السلف أنتيجين بنسميه MHC Major Histocompatibility Complex، هنسمعه كتير قوي ولازم نفهمه ونركز فيه بالراحة قوي معايا بالراحة فيه كده بقى. خلصت الورقة ديت. لما اقول لك كلمة سيلف انتيجين معناها انتيجين بتاعي انا في جسمي، على فكرة تو سيلف انتيجين، واحد ما يهمنيش اسمعه دلوقتي اللي موجود على كرات الدم الحمراء اللي بنسميه RBCs، كرات الدم الحمراء اللي بسميه ABO فصائل الدم، فصائل دم فصيلة ايه يبقى لازم يدي الاي بي لازم يدي البي والكلام ده كله، دي اسمها فصائل الدم، ده اسمه سيلف انتيجين. اول اما دخلوا بقى في شغل نقل الدم فاللي عنده فصيلة ايه يدي الايه والكلام ده كله، جم بقى دخلوا في شغل نقل الاعضاء عايزين ينقلوا الكلى من واحد لواحد، لما جم ينقلوا الكلى من واحد لواحد عملوا ايه؟ قال لك احنا عندنا سيلف انتيجين اسمه اي بي او، فلما اعمل فصيله الدم وده يطلع ايه وده يطلع ايه انقله الكلى عادي، نقلوا الكلى الجسم رفضها، فقعدوا يدوروا لقوا ان في سيلف انتيجين تاني موجود في جميع خلايا الجسم ما عدا الار بي سيز، يبقى الانتيجين التاني دوت موجود في جميع خلايا الجسم ما عدا الار بي سيز، يعني موجود في مين؟ في النيوكليتد سيلز. الار بي سيز على فكره ما فيهاش نيوكليس، النيوكليتد الانتيجين ده موجود فين؟ في جميع الخلايا التانية اللي نيوكليتيد، يعني في الأنسجة كلها. الانتيجين ده سموه MHC وسموه الاسم التاني سموه الهلا، هلا اللي هو هيومن ليكوسيتيك انتيجين، لأن أول ما اكتشفوه وموجود بكمية كبيرة جوه اللوكوسايت هيومن ليكوسيتيك انتيجين. طبعًا هو موجود في النيوكليت سيل يبقى هو absent مش موجود في الار بي سيز، عشان كده اقدر انقل دم براحتي، لو كان موجود في الار بي سي ما كنتش انقل دم، لازم اعمل له كروس ماتش توافق انسجه، يبقى مش موجود في مين؟ في الار بي سيز، في خلايا الدم الحمراء. نبص عليه كمان كده موجود بكميه قليله لو اماونت فيري فيري لو اماونت على السيرفيس بتاع مين وبتاع مين؟ بتاع السبيرم والاوفا. انتوا عارفين لو كان موجود بكميه كبيره كان يحصل ريجكشن للحمل، الحمل ما يكملش، عشان كده هو موجود بكميه قليله قوي على مين وعلى مين؟ على السبيرم وعلى مين تاني؟ وعلى الاوفا. يبقى هشرح النهارده ان شاء الله انتيجين عباره عن سيلف انتيجين، يعني انتيجين في جسمي انا غريب بالنسبه لاي حد تاني. في تو سيلف انتيجين في جسمنا، واحد موجود على كرات الدم الحمراء اسمه الاي بي او ما يهمنيش دلوقتي، التاني موجود في الانسجه كلها في النيوكليتيد سيلز بسميه ام اتش سي ميجور هيستو هيستولوجي هيستو انسجه كومبلكس، بسميه اسمه كمان اسمه الهلا هيومن ليكوسيتيك انتيجين، مش موجود في الار بي سيز عشان كده اقدر انقل الدم، موجود بكميه قليله في السبيرم والاوفا البويضه والسبيرم عشان كده بيحصل حمل ما يحصلش ريجكشن.
الراجل ده عبارة عن إيه ومين بيطلعه؟ اللي بيتحكم في الـ في الـ في الـ في الأنتيجين دوت، الأنتيجين ده عبارة عن بروتين، اللي بيتحكم في جين موجود عندنا. الجين ده موجود فين؟ موجود على كروموزوم نمبر 6. احنا عارفين الخلية فيها مالتيبل كروموزومز 46، كروموزوم 6 هو اللي بيتحكم في مين؟ في البرودكشن بتاع السيلف انجن دوت. طب نبص مع بعض كده، كروموزوم 6 ده شكله بالمنظر ده، ادي دراع وادي الدراع الثاني، اي كروموزوم فردتين. هو موجود فين؟ موجود على الشورت ارم بتاعه. موجود فين؟ في الشورت ارم، الدراع الصغير بتاع كروموزوم 6 ده الطويل، لا موجود على الشورت ارم بتاعه. طيب حلو قوي. طيب مش اي كروموزوم في الدنيا شويه جينات مرصوصه جنب بعضها؟ ايوه. طيب الراجل ده فيه كام جين مرصوص جنب بعضه؟ نبص كده، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، وسمي الثلاثة دول كلاس 1. حلو قوي، كلاس 1. واديهم اسامي، اسميهم A B C. يبقى احنا سمعنا قبل كده M H C كلاس 1 ده عبارة عن كم مكان؟ عبارة عن ثلاث اماكن اسمهم A B C بس كده. لا، ده في كمان ثلاث اماكن تانيين بالمنظر دوت كده، بالمنظر ده كده ثلاث اماكن اسميهم دي 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 بي دي كيو دي ار، هي اسميهم كده. يبقى عندنا ثلاث اماكن تانيين بسميهم برضو ام اتش سي كلاس 2. في كلاس 3 ده سيبه على جنب دلوقتي. يبقى لو لاحظنا دلوقتي ان هو كام كلاس قدامنا؟ 2 كلاسز. ده اللي يهمني مع جهاز المناعه، 2 كلاسز. كلاس مين وكلاس مين؟ كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 1 كام جين؟ 3. كلاس 2 كام جين؟ 3. صح؟ علشان كده بقول ان هو بولي جينيك. بولي جينيك يعني مالتيبل جينز. تقريبا كام قدامك؟ 6 برضه. بولي جينيك 6 جينات، بسميهم لوكاي، لوكيشن، اماكن، 6 اماكن يتحكموا فيه. كلاس 1 كم مكان؟ 3 اسمهم اي بي سي. كلاس 2 كم مكان؟ 3 اسمهم دي بي دي كيو دي ار. كلاس 1 ده موجود فين او اكسبريسد فين؟ في اول نيوكليتد سيلز. يبقى كلاس 1 موجود فين؟ كل النيوكليتد سيلز. طب كلاس 2 ده موجود فين؟ موجود في الانتيجين بريزنتنج سيلز. يبقى كلاس 2 ده اكسبريسد فين؟ قول ورايا، في الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي هم مين؟ ماكروفيج، دندريتك سيل، وبي ليمفوسايت. دول الانتيجين بريزنتنج سيل. يبقى كلاس 2 ده اكسبريسد فين؟ في الانتيجين بريزنتنج سيلز. طيب خلي بالنا من الحته دي، هقولها بالراحه مع بعض كده بقى. مش كل جين من دول، كل واحد من دول عباره عن شويه امينو اسيد كده جنب بعضهم، شويه امينو اسيد، شويه امينو اسيد. نفترض مثلا، نفترض ان مكان اللي اسمه ايه ده عباره عن 400 امينو اسيد مثلا. ال 400 عندي زيك زيك زيك، كل زي بعض، كلنا عندنا العدد 400، لكن الترتيب مختلف. يبقى نفس العدد لكن الترتيب مختلف. لو خدنا لوكاس بي وقلنا مثلا عباره عن 800 امينو اسيد، مثلا الترتيب مختلف، العدد ثابت فينا كلنا، كلنا 800، لكن ترتيب ايه؟ مختلف. علشان كده طالما السيكونس مختلف بقول عليه ان هو بولي مورفيك، ترتيبه مختلف من فرد عن التاني، المورفولوجي بتاعه مختلف.
ليه؟ ترتيب الامينو اسيد مختلف. عشان كده لما باجي انقل كدني من واحد لواحد لازم اعمل توافق انسجه لكل واحده من دول، لازم نفس الترتيب، وده استحاله ليه موجود. عشان كده بدي ساعتها ادويه مثبطه لايه؟ لجهاز المناعه. يبقى بسرعه ايه اللي عرفناه عنه؟ ده سيلف انتجين يتحكم فيه جين. الجين موجود على كروموزوم نمبر 6، هو موجود في كل النيوكليتيد سيلز، اسمه الام اتش سي او الهلا. هو مش موجود في الار بي سيز، عشان كده اقدر انقل الدم مفيش مشكله. موجود بكميه قليله في السبيرم والاوفا، عشان كده ما بيحصلش ريجكشن. هو بيتحك او موجود في كروموزوم نمبر 6 على الشورت ارم بتاعه. هو كام جين موجوده؟ 6 جينات، بيتقسموا لكام كلاس؟ 2 كلاس، كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 1 ده موجود في كل النيوكليتيد سيلز. امال كلاس 2 موجود فين؟ في الانتيجين بريزنتنج سيلز، اللي هم مين؟ ماكروفيج ودندريتيك والبي لينفوسايت. هو بوليجينيك يعني 6 جينات قدامك، هو بوليمورفيك يعني الترتيب العدد ثابت لكن الترتيب ايه؟ مختلف. نركز بقى واسالك سؤال. الانتيجين بريزنتنج سيل عندها انهي ام اتش سي مخصص ليها؟ كلاس 2 لازم، لانها انتيجين بريزنتنج. طيب مش الانتيجين بريزنتنج سيل برضه نيوكليتيد سيلز؟ يبقى لازم برضه يكون عندهم مين؟ كلاس 1، لانها نيوكليتيد سيل. يبقى انتيجين بريزنتنج سيل لازم يكون عليها كلاس 2 لانها انتيجين بريزنتنج، وكونها نيوكليتيد فبيكون عندها مين؟ برضه كلاس 1. فهمنا الحته دي؟ ناخدهم بقى بالراحه كده. الام اتش سي ده عباره عن جينز كنترول البرودكشن للام اتش سي انتيجين، هي سيلف بروتين سيلف انتيجين. سميناها ايه؟ ام اتش سي انتيجين او الهلا اللي هو هيومن ليكوسيتيك انتيجين. هي ابسنت في مين؟ في الار بي سيز، لانها نون نيوكليتد. عشان كده اقدر انقل الدم، بيجي سؤال في الامتحان جيف ريزون. للبوسيبل بلاد ترانسفيوجن، لان ما عليهاش ايه؟ الار بي سيز ما عليهاش مين؟ ام اتش سي. لو ليفل في السبيرم والاوفا، عشان كده بوسيبل كونسبشن، كونسبشن يعني حمل. الام عمرها ما ترفض ايه؟ نفس الانتش. ده اللي سايلينه من شويه، ان الام اتش سي ده موجود في كله ما عدا الار بي سيز، اول نيوكليتيد سيلز، اسمه الهلا، لو ليفل على السبيرم والاوفا، كروموزوم 6، هو بوليجينيك وبوليمورفيك. قلنا بوليمورفيك معناها ايه؟ الامينو اسيد موجوده، العدد ثابت لكن ترتيب مختلف من شخص لايه؟ لشخص، زي ما اتفقنا. موجود على الشورت ارم بتاع كروموزوم نمبر 6، كلاس 1، موجود في اول نيوكليتيد سيلز اللي هي اسمهم A وB وC. كلاس 2 موجود في الانشن بريزنتنج سيلز اللي هم ماكروفيج ودندريتيك والبي لينفوسايت، اسمهم دي بي دي كيو دي ار. طيب ندخل بقى في حته بقى جامده شويه. الكلام ده هيفيدني ايه في جهاز المناعه؟ يا ريت الحته اللي جايه دي نركز فيها قوي. الكلام ده هيفيدني في ايه في جهاز المناعه؟ قلنا لو هنقل عضو لازم اعمل له كروس ماتش. ده مش كل الناس الاعضاء، احنا عايزين ده واحنا كده احنا ماشيين في الطبيعي وظيفته ايه؟ في الطبيعي اهميته ايه؟ في الطبيعي اهميته اللي هقوله دلوقتي. لو قلت لك ان ديت انتيجين بريزنتنج سيل، ركز قوي بقى قوي، انتيجين بريزنتنج سيل، فايده الراجل ده الام اتش سي واحنا كده واحنا عايشين كده، ايه فايدته بالنسبه لنا في حياتنا الطبيعيه؟ لو قلت لك ان دي انتيجين بريزنتنج سيل، انت عارف ان الانتيجين بريزنتنج سيل دي خليه نيوكليتد عندها كروموزوم كام؟ كروموزوم 6. والانتيجين بريزنتنج سيل كونها انتيجين بريزنتنج تقدر تصنع كلاس 2 وتقدر تصنع كلاس 1. امتى تشتغل كده وامتى تشتغل كده؟ على حسب بقى. على حسب ايه؟ على حسب الاستيمولوس اللي جاي، مين جاي لها من بره. لو جاي للانتيجين بريزنتنج سيل الرسمه دي حياتك كلها فيها. لو جاي للانتيجين بريزنتنج سيل مايكروب زي مين؟ زي البكتيريا. البكتيريا العاديه خالص. البكتيريا ديت جايه، بص معايا كده بالراحه، ادي البكتيريا اهيت جايه وعليها الانتيجين بتاعها، جواها الانتيجين بتاعها جاهزه. فبسمي اللي جاي دوت اكسوجينوس انتيجين، يعني انتيجين جاي جاهز من بره.
ايه اللي هيحصل للبكتيريا دي؟ هيحصل لها فاجوسايتوزيس، هذه تدخل جوه اهي فاجوسايتوزيس. ولما يحصل لها فاجوسايتوزيس، فاجو سايتوزيس، الخطوة التانية تتكسر لحتت صغيرة كده. كلمة تتكسر ديت معناها بروسيس. اقف بقى، يبقى حصل لها حاجتين، واحد فاجوسايتوزيس، اتنين بروسيس. لما كروموزوم 6 يشوف ان الانتيجين دوت اكسوجينس جاي من بره، في الحالة دي هيصنع ويكون كلاس 2. لما يكون كلاس 2 يروح كلاس 2 دوت يظهر اهو كلاس 2، ويحط جواه ايه؟ يحط جواه الانتيجين ده اللي هو اكسوجينس، ويطلع بره على الجدار بتاعها من بره كلاس 2، وحاطط جواه مين؟ ايوه الانتيجين اهوت البروسيس اللي اتكسر ده، ايه ده؟ كلاس 2. ممتاز. وتتحرك الانتيجين بريزنتنج سيل، يبقى خلال خطوات حصلوا ايه الثلاث خطوات اللي حصلوا؟ فاجوسايتوز، بروسيس، و بريزنت يعرض، رقم ثلاثة. يتعرض مع مين؟ مع كلاس 2. وتتحرك الخلية دي علشان تروح لأخت كده قاعدة اسمها التي سيل. أنهي نوع من التي سيل؟ اسمها تي اتش، تي هيلبر سيل. التي هيلبر سيل ديت عليها علامة اسمها سي دي 4، تتحرك وتوصل لها الانتيجين دوت. يوصل لحد هنا معنى الكلام دوت، ان التي هيلبر سيلز لازم لازم يجي لها الانتيجين مع كلاس 2، في الحالة دي يحصل لها اكتيفيشن اللي اسمها سي دي 4 سيل. هل معنى الكلام ده ان التي هيلبر سيل دي لو في اي انتيجين تاني يجي لها؟ لا، لازم توصيلة لتوصيلة، حتة لحتة، عشان كده اقول عليها ريستريكتد اكتيفيشن. يبقى التي هيلبر سيل دي مش اي حد يجي لها، لازم الانتيجين ده، دي سكته السيكونس بتاعه، لازم يكون بي فاجوسايتوزد، لازم يكون بروسيست، لازم يكون بريزنتد مع مين؟ كلاس 2. وما تنساش البي الرابعه اهيت، ان الراجل ده لازم يكون بروتين، مش اي انتيجين يعمل لها اكتيفيشن. يبقى ايه الكاركتر بتاع الاكتيفيشن بتاع التي هيلبر سيلز اللي اسمها سي دي 4؟ لازم الانتيجين ده يروح دخل جوه الماكروفيج فاجوسايتوز، بروسيست اتكسر لسمول بروتين، بريزنتد مع انهي كلاس؟ مع كلاس 2، ولازم يكون ايه؟ بروتين ان نيتشر. طب نبص الناحيه الثانيه، لو دخل جوه الانتيجين بريزنتنج سيلز فيروس، او حصل جواها، شوف الكلمه دي، حصل جواها تيومر، او بعض انواع من البكتيريا بسميها انترا سيلولار بكتيريا، ايه اللي بيحصل؟ الفيروس ده، بصوا كده، الفيروس بيدخل جوه. انتوا عارفين الفيروس دوت ما بيقدرش يصنع حاجه من نفسه، يعني بيستخدم مقاومات الخليه عشان هي اللي تصنع البروتين بتاعه. التيومر لما بيحصل جوه خليه، الخليه هي اللي بتصنع، شوف، بتصنع البروتين بتاعه. علشان كده بسمي الانتيجين ده، البروتين اللي اتصنع جوه ده، اسميه اندوجينس بروتين او انتيجين. بروتين اتصنع جوه الخليه اسميه اندوجينس. شايفين ده اكسوجينس جاي جاهز من بره، لكن ده اندوجينس اتصنع جوه الخليه، ادي البروتين اتصنع جوه الخليه اهو. البروتين ده نفس الكلام يتكسر، بروسيست. اقف بقى، لما كروموزوم 6 يشوف ان اللي ده اتصنع جوه الخليه يعني اندوجينس، هيروح مكون مين؟ مكون كلاس 1. يبقى كلاس 1 ده يتكون امتى؟ لو اندوجينس بروتين مع الفيروس والتيومر. اقف بالراحه، يتحط جواه مين؟ الانتيجين، ويحصل الاتي، يطلع على السيرفس من بره كلاس 1. كلاس 1 حاطط جواه مين؟ الانتيجين بتاع الفيروس او التيومر، اندوجينس انتيجين، ويتحرك علشان يوصلها لمين؟ لخليه اسمها تي سي، تي سايتوتوكسيك.
اللي عليها علامة اسمها CD8 يجي لها الانتشن ده من ريسبتور لريسبتور. معنى كده هل التي سايت توكسيك تبص لاي انشن؟ لا، لازم يكون جاي لها مع مين؟ مع بلس 1 ريستريكتد، مش اي حد يعمل لها اكتيفيشن. فهمنا الحته ديت؟ ان شاء الله الحمد لله كده ماشي. نكمل بقى. هذه هيت لو البكتيريا تدخل مع كلاس 2 توصل لسي دي 4 وتوصل ايه لسي دي 8. احنا قلنا عندنا كام كلاس؟ خلاص مع بعض كده قلنا 2 كلاس، كلاس 1 وكلاس 2. قلنا كلاس 1 بيتكون من ايه؟ 3 لوكاي، 3 اماكن، 3 لوكيشن اي بي اند سي، 3 لوكاي دي بي دي كيو دي ار. ده موجود فين؟ في اول نيوكليتيد سيلز. ده موجود فين؟ في البروفيشنال انتيجين بريزنتنج سيلز اللي هم 1 2 3 ماكروفيج دندريتك سيل و البي لينفوسايت. ده يتعامل مع مين؟ مع اكسوجينس انتيجين. اكسوجينس جاي من بره، الميكروب يحصل له ابتيك بالانتيجين بريزنتنج سيل ديجراديتد لسمول بيبتايد. قلنا يكسر معناها بروسيس ويتشال مع مين؟ مع كلاس 2. ده الاندوجينس فايرال انفكتد سيل مالجننت او انترا سيلولار بكتيريا. ده اندوجينس بروتين يتشال مع مين؟ مع بلس 1. ده هيوصل لمين؟ هيوصل للتي سايتوكسيك اللي اسمها سي دي 8. ده هيوصل لمين؟ للتي هيلبر سيل اسمها ايه؟ سي دي 4. عشان كده بقول لك ان التي سيل ريسبونس ما تستجيبش لاي حد، لازم تكون ام اتش سي ريستريكتد، لازم جاي لها مع ام اتش سي. هنقول بسرعه ان في عندنا حاجه اسمها كلاس 3 بس اسما فقط، ليه علاقه بالكومبلمنت والسيتوكاين برودكشن، هو اللي بيفرز الكومبلمنت والسيتوكاين. نقف بقى على النقطتين دول كده ونعرفهم منين؟ نعرفهم من الرسمه اللي جايه. ده شكل ام اتش سي كلاس 1، ده شكله، وده شكل كلاس 2. ده السيل ميمبرين طالعين منهم لبره خالص اهو، بره خالص. ده بيتكون من ايه؟ بيكون من 2 بولبيبتايد تشين، واحده عباره عن الفا 1، احفظ الكلام ده، الرسمه دي بتيجي في الامتحان، الفا 2 الفا 3، وحاجه اسمها بيتا 2 مايكرو جلوبلين. البيبتايد اللي هو الانتي اللي هيشيلوه اتحط بين مين ومين؟ بين الفا 1 والفا 2. ده المكان اللي هيتمسك فيه ايه؟ البيبتايد دوت اللي هو البروتين اللي هو الانتي اللي بعرضه. ده هنا كلاس 2 بيتكون من 2 بوليبيبتايد تشين اسمهم الفا 1 بيتا 1 الفا 2 بيتا، الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2. لو بصينا على الانتجن اتحط بين مين ومين؟ بين الفا 1 وبيتا 1. ادي سؤال في الامتحان اهو، بين الفا 1 اتحط بين مين؟ مين؟ الفا 1 الفا 2، هنا الفا 1 بيتا 1. يبقى لو رجعنا للحته اللي فوق دي فهمناها من الرسمه ان كلاس 1 بيتكون من 2 بوليبيبتايد تشين الفا تشين عباره عن 3 دومينز، الفا 1 الفا 2 الفا 3 بيتا 2 مايكرو جلوبلين اللي بيتحط بين مين الانتجين؟ بين الفا 1 وايه؟ والفا 2. ذا 2 بوليبيبتايد تشين برضه الفا تشين 2 دومين الفا 1 الفا 2 وبيتا تشين بيتا 1 بيتا 2 بيتحط بين مين؟ الفا 1 وبيتا 1. الرسمه دي مهمه جدا. خلاص بتيجي في الامتحان ساعه رسمه كده في الامتحان. خلاص بقى نحط شويه كلام عنه. الراجل ده انهيرتنس منين؟ الوراثه منين؟ من تو بيرنت، الاب والام. الكودومينانت اكسبريس طبعا الاب والام. مكانه فين؟ على الشورت ارم بتاع كروزوم 6. هو بوليمورفيك وبوليجينيك. الاوت كام بتاعته بيصنع بوليبيبتايد مولكيول كاري ذا سيم فانكشن بات ايه ديفرنت في الامينو اسيد سيكونس، ترتيب الامينو اسيد. زي ما قلنا 400 امينو اسيد العدد ثابت لكن ترتيبهم مختلف من فرد للتاني. ايه اهميته بالنسبه لنا؟ اهم حاجه واحنا عايشين في الطبيعي خالص انتيجين بريزنتيشن وام اتش سي ريستريكشن. كلاس 2 ده ام سي كيو، دي الحته دي. كلاس 2 يوصل لمين؟ لسي دي 4 تي هيلبر. كلاس 1 يوصل لمين؟ للتي سايتوكسيك سي دي 8. في الترانسبلانتيشن نقل الاعضاء لازم اعمل كروس ماتش بين الدونر ومين الريسيبيانت عشان اقل ايه؟ الريجكشن. اخر حاجه بقى نخلي بالنا من الحته ديت كده. الام اتش سي دوت
عليه كل الصفات الوراثية، كل الصفات الوراثية. عايز عيل عينه خضراء شعره الكلام ده كله من على الايه ام اتش سي. علشان كده بيستخدموا في حاجة اللي اسمها اثبات البنوة، باترنتي. باترنتي اللي ايه؟ عايز اعرف الولد ده ابن مين في الاثنين، هو جاي من ام واب والكلام ده كله، اخد عينة من هنا وهنا من الولد واشوف ايه في توافق انسجة ولا ما فيش. يبقى عليه كل الصفات الوراثية. الحاجة التانية عليه كل الامراض الوراثية. هناخد مرض مثلا زي حاجة اسمها روماتويد أرثرايتس. الروماتويد المفصل ده التهاب الروماتيزم. لقوا ايه بقى؟ مش قلنا كلاس 2 ده عبارة عن دي ار ودي بي ودي كيو ودي ار؟ هيجيبوا الدي ار ده لما حللوه، الدي ار ده حوالي 700 امينو اسيد. ادي واحد امينو، اثنين، ثلاثة، اربعة. المكان رقم اربعة دوت، مكان رقم اربعة هو اللي مسؤول، المكان رقم اربعة هو اللي مسؤول عن ايه؟ هو اللي مسؤول عن المرض اسمه روماتويد ارثرايتس، المكان رقم اربعة دوت. فلما اجي احلل المكان ده والاقي فيه اي ابنورماليتي، السيكونس مش مظبوط، في اي مشكله فيه، اقول الراجل ده ممكن يجيله روماتويد ارثرايتس. يبقى ليه علاقه بالديزيز اسوسيشن، الهلا دي ار 4 كومنلي اسوسييتد مع روماتويد ارثرايتس، في مشكله فيها يبقى ده اتوقع ان يجيله روماتويد ارثرايتس. طيب المكان اللي اسمه بي هنيجي نفصصه بالراحه، هاجي على المكان رقم 27 فيه، رقم 27 ابص عليه لقيت فيه اي ابنورماليتي، متوقع ان الراجل ده يجيله مرض اسمه انكيلوزنج سبوندولايتس، تيبس الفقرات. الفقرات عنده مش قادر يحرك ظهره، اسمه انكيلوزنج سبوندولايتس. يبقى الهلا بي 27 موجوده في 90% من الناس المتوقع يجي لهم انكيلوزنج سبوندولايتس، بس مش لازم كلهم، ده 10% بيكون عندهم ما يجيلهمش مرض، يعني مش لازم 100% يجي له مرض، ممكن يكون موجود ما يجيلوش ايه؟ ما يجيلوش المرض. دي اهميه مين؟ الام اتش سي. الام اتش سي ده يتذاكر كويس قوي، لان ده تقريبا المناعه كلها هتتلعب كلها على الام اتش سي. بالتوفيق ان شاء الله.